أشعار من زمان في أحاديث الخرفان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. الإخوة والأصدقاء، تراثنا العربي معين لا ينضب، وللخراف مكانة كبيرة في تراث الآكلين. هيا بنا إلى تراثنا لننهل منه أشعار أهل الزمان ومن أحاديث الخرفان. السلام عليكم ورحمة الله. لما كل هذا؟ تضربون هذا الفتى؟ وهل هذه علقة؟ لقد تعودت على ذلك وتحملت قبل ذلك كثيرا. ألف سلامة عليك. طيب، قل لي، أين أجد بيت أبي العلاء الراوية؟ أنا أعرفه. أتعرفه؟ ولكن ما هذه الملابس التي تلبسها؟ لا تراعي يا أخي، ودلني فقط على بيت أبي العلاء الراوية. أنا ابنه وهو متضايق مني. متضايق منك؟ نعم. ولما؟ لأني أدرس النحو واللغة. جميل. وهو يراني أتقعر. يا لك من متقعر، والآن فهمت لماذا يضربون. نعم. عموما يا أخي، سوف أصالحك على أبيك. وها هو ذا بيته. بيتكم هذا؟ نعم. تقدمني إذن. تفضل، أبي هناك راقد. آلام مبرحة. أهلا مرحبا بك يا صديقي. سلامتك، ألف سلامة. يا صديقي أبا العلاء، ما الذي ألم بك؟ يا صديقي، لي ولد نحوي. هذا الفتى الذي يجلس جوارك. لبيك يا أبي. وهو ما ابتلاني به الله ربي. يتقعر في كلامي. رأيته منذ قليل. وهو سبب علتي، وأكاد أشرف منها على الموت. يا أبتي، إذا أردت الحديث معي يا ولد فلا تتقعر ولا تتفضل. سأحاول. قل لي، ما الذي شغلك عني؟ والله ما أشغلني عنك إلا فلان. فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس. واستبزج وسكبج. وطهبج وأفرج. ودجج وأبصر. وأمضر ولوزج وفلوزج. يا شماه، لقد سبق ملك الموت إلي. هون عليك يا أخي، هون عليك، وأنت اذهب من هنا، ابتعد. والله لئن لم تنتهي لأربطنك وأسحبنك إلى سوق بغداد، أقصد سوق العبور، وأبيعنك هناك، وأنادي وأقول: من دا بكرة بيشيل، من دا بكرة بيشيل، من دا بكرة بيشيل، من دا بكرة بيشيل، وأفضحنك بين العالمين. يا وكستي في ولدي وخليفتي في الرواية. لقد وعدني ولدك ألا يتحدث بما يغضبك. نسيت أن أهنئك بالعيد. أي عيد تقصد؟ عيد الأضحى الذي نعيش أيامه. وما الذي يضحكك يا صديقي؟ بالأمس أرسل إلي عمرو بن عامر البهدلي المعروف بابن الأسد من شعراء القرن الثالث الهجري، أبياتا قال فيها متغزلا بخروف أرسله له صديق يقال له معمر. أهدى إلينا معمر خروفا،
كان زمانا عنده مكتوفا، يعلفه الكستج والصفوفا، والفارقون بعده مدوفا، حتى إذا ما صار مستجيفا أهدى فأهدى قصبا ملفوفا، حلل جلدا فوقه وصوفا، وكان من فعاله موصوفا. والكستج والسفوف والفارقون كلها كلمات فارسية غريبة. نعم نعم، ولو شئت لجعلت ولدي يشرحها لك. أبوس إيدك بلاش، المستمعون سوف يفهمون هو مناقص. عموما هذا ليس خروفا بل عروسا جميلة. وهذا دأب الشعراء. وماذا عن دأب اللغوي؟ قال الدميري في مدونة الحيوان الكبرى، قد قرأتها، إن الخروف دليل خير لمن أراد الموافقة في أمر يطلبه. لما؟ لأن الخروف سريع الأنس إلى بني آدم، ومن ذبح خروفا لغير الأكل مات ولده. يا ساتر. والخروف المشوي السمين مال كثير، والهزيل مال قليل، ومن أكل شواء خروف فإنه يأكل من كد ولده، والله أعلم. وسمعت من الكسائي رحمه الله أنه قال: ولد الضأم إذا مرت عليه سنة يقال له حمل، ثم يكون جزعا في الثانية، ثم سنية، ثم رباعية، ثم سديسا، ثم صالغة وسالغة في السادسة، وليس له بعد ذلك اسم. يفتح الله عليك. وولد المعز أول سنة يقال له جدي، ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل الحمل. وولد البقرة أول سنة تبيع، ثم تنقله في الأسنان مثل تنقل ولد الضأن وولد المعز كذلك. وولد الظبية أول سنة طلى وخشف، ثم هو في السنة الثانية جزع، ثم هو في الثالثة سني. وقالوا للذكر من أولاد الضأن إذا هو كبر كبش، والأنثى نعجة، والذكر من أولاد المعز إذا كبر تيس، والأنثى غنزة. سوف أحكي لكم حكاية شعرية لمحمد عثمان جلال. وكان أحد أدباء القرن التاسع عشر الميلادي، وهو أحد الذين أسسوا للكتابة القصصية. يقول: جدي ومعزى مع خروف عصبة، قد ركبوا عند الصباح عربة، ولم يكونوا ركبوا للفسحة ولا لأسفار ولا لمصلحة، بل حملوا بجمعهم للسوق، فشرعوا الكلام في الطريق. فالجدي قال: إننا نصاق للموت، إن الموت لا يطاق، يا خيبة المسعى إذا جاء الأجل، وهجم الموت علينا ودخل. ولم يزل بينهما يصيح، ومن أذى الموت بدا ينوح. قالت له المعزة: عسى أن نسلم، لأننا بموتنا لا نعلم. طب أيها الجدي وقر، طب أيها الجدي وقر عينا، عسى يجيء فرج إلينا. أم ترى الخروف ما تكلم، أكرم بهذا عاقلا وعالما. أنت مع الخروف تدخران لللبن والصوف، أما أنا فما لمثلي فائدة إلا الحضور في سقاف المائدة. والموت لي من دونكم محتوم، فالتمسوا عذرا ولا تلوم. فانظر إلى الجدي لقد أصاب، وقوله قد وافق الصواب، لكنما الشكوى وإعمال الحذر
لا يشفعان لامرئ من القدر، ولا لمن عاق القضاء مطلق، ولا لمن حل القضاء موثق. ومن نجا اليوم فلا ينجو غدا، لا تؤمن الآفات إلا بالردى. ما ألطف ما أتيتنا به يا صديقي. شكرا شكرا. كلام عذب جميل، أحسنت يا صديقي أحسنت. شكرا. هذا أفضل من استبذج وقهبج وفلوذج، ناقص تقول لي توك توك. من الذي يتقعر الآن؟ ومن شعر لابن وكيع التنيسي، وهو الحسن بن علي من شعراء العصر الفاطمي وكان من أهل مصر، يقول مذاعبا أحد أصدقائه وقد جفاه لفترة، فأعد له خروفا مشويا وبعض المشروبات. كتبت وفرت شوقي قد عناني، وقد بعد اللقاء على التداني، وما في البيت لي ثان فكن لي، جعلت فداك يا مولاي ثاني. فعندي ما يجاوز كل وصف، وما يرضي الخليل إذا أتاني، خروف أظهر الشواء فيه تأنقه فليس له مداني، غلالة باطن منه لجين، وظاهره غلالة زعفراني، وكأس مثل عين الديك صرف، لها حبب كمنظوم الجمان، تقادم عهدها فبدت كشخص عديم الحسن موجود العيان، لها في كف شاربها شعاع تطرف منه مبيض البنان، يطوف بشمسها قمر منير تمكن طالعا في غصن باني، وإن أحببت مسمعة أتتنا محذفة بأصناف الأغاني، تطلق هم سامعها ثلاثا بتحريك المثالث والمثاني، فهذا عندنا ولدون هذا لعمرك ما كفاك وما كفاني، فزرنا لا عدمتك من صديق تتم لنا بزورته الأمان. ومن المضحكات المبكيات ما روي عن عبد الكريم القيسي البسطي من شعراء الأندلس في القرن التاسع الهجري، قال يرسي خروفا مات قبل أن يضحي به، وقد حزن عليه كثيرا فقال: أي أنس أي صبر ألوف يرتجي مثلي بعد موت الخروف، ولقد كان لي ضحية عيد ذات قرنين رائقين وصوفي، كم شعير أطعمته مع فول كله محكم وكم الرغيف، مات غما إذ كان صاحب لحم وعلى ذي الشحم اعتداد شفوفي، فأصبت الغداة منه بكبش حسن الوجه في الكباش ظريفي، غاله من يد الحمام فأودى مثلما أودى قبله ابن ظريفي، لهف نفسي ولهف نفسي عليه ألف لهف مضافة لألوفي، أي عيش يطيب لي بعده أو أي عيد تراه عيني شريفي، بان عني
وحمل القلب حزنا دائما ليس حمله بالخفيف. كيف لا أكثر البكاء عليه، ولكم لبى دعوتي ذا خفوفي. مارحا مثل المهر يسرع رقدا، قاده السقي مثل وصيفي. حسبي الله مصابي عليه، فهو حسبي لكل خطب مخوفي. أحسن الله اليوم فيه عزائي، وعزاء الباقي أخي الضعيف. فكلانا لفقده في نحيب، مستفيض الشياع عند اللفيف. هذا برهان الدين أبو الفضل بن شرف الدين المعروف بالشريف الكحال المصري. كان أديبا فاضلا بارعا في العربية وفنون الأدب، عارفا بصناعة الكحل، خدم بها الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، وتقدم عنده وحظي لديه، ونال عنده منزلة عالية وقبولا تاما. وكان بينه وبين القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البساني وبين شرف الدين محمد بن نصر المعروف بابن عنين الشاعر المشهور كانت له صحبة ومودة ومزاح ومداعبة. فأهدى الشريف الكحال إلى ابن عنين خروفا وكان مهزولا، فكتب إليه ابن عنين يداعبه: أبو الفضل وابن الفضل أنت وأهله، فغير عجيب أن يكون لك الفضل. أتتني أياديك التي لا أعدها لكثرتها، لا كفر نعمى ولا جهل، ولكنني أنبيك عنها بطرفة تروقك ما وافى لها قبلها مثل. أتاني خروف ما شككت بأنه حليف هوى قد شفه الهجر والعدل. إذا قام في شمس الظهيرة خلته خيالا سرى في ظلمة ما له ظل. فناشدته ما تشتهي؟ قال فتة. وقاسمته ما شفه؟ قال للأكل. فأحضرتها خضراء مجاجة الثرى مسلمة ما حص أوراقها الفتل. فظل يراعيها بعين ضعيفة وينشدها والدمع في العين منهل. أنت وحياض الموت بيني وبينها، وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل. وقال أحد علماء الحيوان القدامى: الجدود من الضأن القليلة الدر، وهي المصور من المعزة، وشاة لبون في غنم لبن إذا كان بها لبن، غزيرة كانت أو بكيئة، وشاة لبنة إذا كانت كثيرة اللبن. وقال أبو زيد اللغوي في شيات الضأن: الرقطاء التي فيها سواد وبياض، والنمراء مثلها، فإن اسود رأسها فهي رأساء، وإن بيض رأسها من بين جسدها فهي رخماء، فإن اسودت إحدى العينين وبيضت الأخرى فهي خوصاء، فإن اسودت العنق فهي ضرعاء، وإن بيضت خاصرتاها
فهي خصفاء، وإن ابيضت شاكلتها فهي شكلاء، فإن ابيضت رجلاها مع الخاصرتين فهي خرجاء، وإن ابيضت إحدى رجليها فهي رجلاء، وإن ابيضت أوظفتها فهي حجلاء وخدماء، فإن ابيض وسطها فهي جوزاء، وإن اسود ظهرها فهي رحلاء، وإن اسود طرف ذنبها فهي صبغاء، وإن اسودت أطراف أذنيها فهي مطرقة. وهذا إذا كانت هذه المواضع مخالفة لسائر الجسد من سواد أو بياض. ومن نكات خروف العيد، ذهب رجل بالسوق يشتري أضحية، سأل عن ثمن الخروف فوجده غاليا جدا، وقال للبائع بحسم: الثمن غال جدا والخروف صغير. فرد عليه البائع وقال: يا أخي لا تكن مهتما بالمظاهر، شوف العقلية وقوة الشخصية. إحدى العائلات اشترت خروف قبل العيد بأربع أشهر، وفضل يأكل معاهم ويشرب معاهم، ينام معاهم، يخرج ويدخل برضو معاهم، وبدأ يلف بيهم لغاية صباحية العيد. فاق من بدري وبدأ يبكي ويبكي، فاستغربوا وسألوه: إيه بتعيط ليه؟ الناس كلهم اشتروا خروف العيد إلا إحنا. ومن نكات البخلاء في أحاديث الخرفان وقد حدثت صباح اليوم. السلام عليكم أيها الجزار ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طبعا أنت جزار، ها؟ طبعا. وبتعرف تذبح؟ طبعا. ماشي. طب بص بقى يا سيدي. بص. نص الخروف شفيه. والنص التاني قطعه كباب. ماشي بسم الله. لا استنى وحياة والدك. إيه استنى. إيه. الراس تسلخها عشان هعمل عليها شوربة. ايوه خلاص بقى عندنا شغل تاني. بسم الله الله اكبر يا جدع. مش كده مش كده، خليك صبور. خليك صبور. الرجلين بقى. ايوه الرجلين نظفها عشان هعملها كوارع. والكرشة نظفها برضه. خلصنا بقى السلاح حامي في ايدي اعوذ بالله. استنى مش معقول كده. ايوه افتكرت. ايوه الجلد بقى اوعى ترميه عشان هعمله سجاده. ماشي. المصارين بقى هعملها سجوق. طيب الفضلات بقى هعملها سماد للشجر. العظم بقى هاخده للبوبي. بقول لسيادتك ايه بقى؟ ايه رايك اسجل لك صوت الخروف كمان تعمله رنه لموبايلك؟ نستكمل اللقاء غدا بإذن الله.
أشعار من زمان في أحاديث الخرفان. كان معكم اليوم بحسب سماع الأصوات أشرف عزب، محمد جاد، يحيى حسن، منال ماجد، الهندسة الصوتية أسامة القاضي، أشعار من زمان في أحاديث الخرفان، مواد من التراث العربي جمعها لكم جمال حماد.